الإصابة رقم 2 للجهاز البولي في الحيوانات اليور ريتنشن. واليور ريتنشن تعريفه عدم قدرة الحيوان على إنه هو يعمل فويدنج لليورين اللي موجود في البلادر، الحيوان ما يقدرش يفرغ البول اللي موجود في المثانة البولية. ليه مجموعة من الأسباب بتندرج تحت 4 كاتيجوريز أساسيين: إما إن الجدار بتاع المثانة يحصل فيه باراليسيس فالبلادر ما تقدرش تدفع اليورين تفرغه، أو يحصل سبازم في النك بتاع البلادر ما يخليش الحيوان يقدر يفرغ اليورين بشكل مظبوط، الكونستيبيشن يضغط على اليوريثرا من بره يضعف قدرة البلادر على تفريغ اليورين، وأكثر الأسباب الشائعة الحصوات الكالكولاي أو اليورينري ستون أو اليوريثريث. دي عبارة عن حصوات بتتكون سواء في الكلى أو تتكون في المثانة، وطالما هي موجودة فوق في الكلى أو موجودة في المثانة مفيش مشاكل، شوية مغص والدنيا ماشية. لكن لو نزلت في اليوريثرا بتقفل اليوريثرا تمنع الحيوان من ان هو يفرغ اليورينر البلادر فيحصل الاحتباس بتاع البول. الحصوات بتتكون في كل الحيوانات، كل السبيشيز عرضة ان هي يتكون فيها حصوات، وتحصل في الميل وفي الفيميل، لكن هي تعمل لي مشكلة اكبر في الميل عن الفيميل، نتيجة ان اليوريثرا في الذكور بتبقى اطول واضيق مقارنة باليوريثرا في الفيميل، بتبقى شورت وبتبقى وايد فما بتعملش مشاكل، دايما يحصل المشاكل مع الذكور. واذا كنا هنقارن السبيشيز ببعضيها سمول رومننت او لارج رومننت دايما عرضه اكثر ان يحصل فيها عمليه الاحتباس البولي بالحصوات نتيجه اعتبارات تشريحيه، منها السيجمويد فليكشر اللي هي الاس شيب الثانيه او المنحنى اللي موجود في البينس بالمنظر ده، بيعمل منحنيات، المنحنى ده والمنحنى ده عرضة ان الحصوة تيجي في المكان ده لانه بيبقى اضيق شوية وتوقف فيه. او بالنسبة للسمول رومنت بيبقى فيه كمان زيادة على السيمويد فليكشر، بيبقى فيه يوريسرال بروسيس، بيبقى فيه تيبرينج لليوريسرا يخلي الحصوة ممكن تمشي في اليوريسرا لحد لما توصل عند اليوريسرال بروسيس وتوقف، ما يقدرش الحيوان يتخلص منها. الحصوات ممكن تتكون في الكلى، ممكن تتكون في المثانة، تعمل لي مشاكل لو كانت موجودة في الكلى، ممكن توقف في اليوريتر وتعمل مشاكل في اليوريتر أو تعمل مشاكل في الكيدني اللي فوق منه، تيجي في البلادر ما بتعملش مشاكل كتيرة أكتر من السيستيتس، تيجي في اليوريثرا ودي بتبقى المشكلة الأساسية إن هي لما بتنزل في اليوريثرا تقفل فتخلي الحيوان يخش في يورين ريتينشن. بنقسم الحصوات تقسيمات، منها تقسيم على حسب الحجم بتاع الحصوة، فبنقسمها إلى سابيولس يعني عبارة عن رمال ناعمة، جريفل تبقى رمال خشنة شوية، لكن سواء كانت رمال ناعمة أو رمال خشنة الاثنين مش هيسدوا اليوريثرا ومش هيعملوا مشاكل. سمول ستونز يعني حصوات بتبقى حجمها صغير، دي غالبا بتنزل مع البول ما بتعمليش مشاكل. في اللارج ستون ودي تعتبر الحصوات الكبيرة ودي اللي بتعمل مشاكل لأن هي لو نزلت في اليوريثرا بتقفل اليوريثرا ويحصل اليوريتينش. دي تقسيمة على حسب الحجم. في تقسيمة تاني على حسب التركيب الكيماوي بتاع الحصوات. دايما في الخيل نوعية الحصوات بتبقى كالسيوم كربونيت، كربونات كالسيوم. في المجدرات بتبقى يا اما كالسيوم اوكساليت او كالسيوم او مغنيسيوم او امونيوم فوسفيت بالمنظر ده. في الكلاب ممكن تبقى مغنيسيوم وكالسيوم ترايفوسفيت او كربونيت، ممكن تبقى اوكساليت، ممكن تبقى يوريت، وممكن تبقى زيستين زي النوع ده. اسباب تكوين الحصوات ايه؟ في مجموعة من الأسباب، منها العامل الوراثي، ممكن تلاقي 2 إخوات واحد يحصل فيه حصوات والتاني ما يحصلش لأن ده وراثيا عنده الاستعداد إن هو يتعرض لتكوين كمية أكبر من الحصوات. كمية الأملاح اللي موجودة في العلفة، وكمية الأملاح هنا مش مقصود بيها ملح الأكل الصوديوم كلورايد، لا مقصود بيها الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفورس والمنجنيز، كل الأملاح اللي بتبقى موجودة في العلفة. إذا كانت كمية الأملاح دي مش متوازنة، إذا كانت في بعض الأملاح زايدة بعض الأملاح ناقصة، ممكن تسبب إن الحيوان يحصل فيه حصوات. النيتروجينس ماتيريالز اللي بتبقى موجودة في الأعلاف، كمية البروتين العالية ووجود النيتروجين ده من العوامل اللي بتسبب تكوين الحصوات. الووتر انتيك، سواء إن الحيوان يحرم من إن هو يشرب بشكل منتظم أو إن هو يشرب يتحط له مية ويشرب، لكن المية اللي بيشربها بتبقى مية أبار فيها كمية عالية من الأملاح ممكن تسبب تكوين الحصوات. البي اتش بتاعت اليورين، بعض الحيوانات كسبيشيز الطبيعي بتاعها بتبقى اسيدك بي اتش اليورين، البعض الاخر بيبقى الكلاين بي اتش. الاسيدك بي اتش
دي بتساعد على ترسيب بعض الأملاح وتكوين نوع معين من الحصوات، بينما الألكالين على العكس منها بترسب أنواع تانية من الأملاح. فسواء كان الحيوان النورمال بتاعه أسيدك أو النورمال بتاعه ألكالين عرضة إن يتكون فيه حصوات، وإذا كان النورمال بتاعه أسيدك أو ألكالين وحصل له شيفت للاتجاه المعاكس، يعني الأسيدك بقت ألكالين، فده برضه هيسبب ترسيب نوع تاني من الأملاح. الانفلاميشن، وده يعتبر من الأسباب الجوهرية والأساسية في تكوين الحصوات، لأن الانفلاميشن ده بيسبب إن الضلائية الإبسيليم يبدأ يحصل لها تساقط، ودي تعتبر النيدس بتاع تكوين الحصوة، يعني دي النواة اللي بيبدأ يترسب عليها الأملاح عشان تكون الحصوة. نقص فيتامين ألف، فيتامين ألف مهم جدا لتكوين الضلائية والخلايا اللي تسقط وتموت يطلع خلايا سليمة بدل منها. نقص فيتامين ألف بسبب تساقط الخلايا اللي مبطلة للمجرى بتاع البول، فيعمل نيدس لترسيب الأملاح عليها وتكوين الحصوات. كاستريشن، دي من العمليات الروتين ويرك اللي بنعملها في بعض الحيوانات خاصة في الماعز، على أساس إن احنا نزود بيها وزن الحيوان. الكاستريشن في الأعمار البدري، لما يبقى الحيوان صغير خالص وتعمل له كاستريشن، يبقى لسه مولود وتعمل له كاستريشن، فبتخلي الجينيتال سيستم تبقى انفانتايل، يعني البينس بيبقى رودمنتري، بيبقى صغير. لما البينس بيبقى صغير اليوريثرا اللي بتبقى معدية فيه بتبقى صغيرة وضيقة، فبتبقى قابليتها أكبر إن هي تتسد بحصوات كانت في الطبيعي مش هتعمل مشكلة مع الديامتر الطبيعي، لكن نتيجة الكاستريشن نتيجة إن الديامتر بيجي أقل، فكده الاحتماليات بتاعت الانسداد بتاع مجرى البول بيجي عالية. الاعتبارات التشريحية زي ما اتكلمنا إن الرومننت ليها قابلية أكتر إن يحصل فيها انسدادات للمجرى بتاع البول بالحصوات نتيجة وجود السيجمويد فليكشر الاس شيب، ونتيجة وجود اليوريثرال بروسيس في السمول رومننت.